كنت راجع من الجامع بعد صلاة العشاء في ليلة شتاء. كلمة تلج ما توصفش أي حاجة عن برودة الجو ليلتها. كنت ماشي بمحاذاة الترعة واللي بمجرد ما طريقها بيخلص بوصل لبيتنا. بيتنا موجود في مكان ما تقدرش تقول عليه قرية أو أرياف، ولا برضو تقدر تقول عليه مدينة. هو بمعنى بسيط ريف داخل المدينة، مكان فيه أراضي زراعية محفوفة بمباني وعماير وبعض الأبراج السكنية. تقدر تقول عليها منطقة غريبة فعلا، وبقت أغرب من الليلة السودة دي. أول ما وصلت للعمارة بتاعتي واللي أنا ساكن فيها والمكونة من 3 طوابق، لقيت واحد خارج زي المجنون من ورا العمارة وبيجري بأقصى سرعة عنده، وكأنه بيهرب من وحش داري بيطرده وبيحاول يفترسه. فضل الشخص ده يجري ويجري وهو بيبص وراه، وفجأة توازنه اختل ووقع على الأرض وما قامش تاني. من اليوم ده والحياة أصبحت جحيم. كل يوم حد بيموت، أو بيت بيتحرق، أو طفل بيختفي، أو ست بتتجنن. ومع كل يوم جديد كل شخص في المكان اللي أنا ساكن فيه بيبقى مستني دوره، مستني إنه يحصل له حاجة شنيعة، سواء موت أو ضياع. في الليلة دي وبعد ما الراجل ده وقع على الأرض، أنا جريت عليه عشان أشوفه مين ده وإيه اللي حصل له. لما ما لقيتش فيه أي نبض، بصيت على ملامح وشه الثابتة والمزعورة، اتأكدت ساعتها إنه مات. وقتها أنا صرخت بأعلى صوت عندي عشان أطلب المساعدة، وفعلا الناس اتلمت حواليا في دقايق بسيطة، واللي منزلش وقف يتفرج من البلكونات والشبابيك. فجأة لقيت سكون الليل اللي كان موجود اتحول لضجيج، كأنك في ساعة في وسط النهار. وأثناء ما كان كل واحد بيقول كلمته وتخمينه حوالين الشخص الميت واللي مفيش حد تعرف عليه نهائي، كسر ضجيج الناس ده صوت واحدة ست من الجيران بتصرخ وهي بتقول إن في حفرة ورا العمارة بتاعتنا، وباين كده إن فيها واحد تاني ميت. ساعتها معظمنا جري وبدون تفكير للمكان اللي شاورت عليه، وفعلا لقينا حفرة كبيرة ورا العمارة اللي أنا ساكن فيها. وزي ما الست قالت، لقينا فعلا جثة تانية لراجل غريب عن البلد برضو زي الأول. كان ميت وعينين برقة تكاد تخرج من وشه، وكأنه شاف حاجة مفيش عقل يقدر يستوعبها. البلد ساعتها اتقلبت، السكون اللي تعودنا عليه انتهى. اتبدل السكون ده بضجيج وزحمة محدش عاش فيها قبل كده حتى في النهار. وبما ان الموقف اصبح خارج حدود خيالنا، فبلغنا الشرطة. الشرطة اللي بعد ما حضرت افرادها اكتشفوا ان الحفرة دي هي مخرج لممر تحت الارض بيوصل لمنور العمارة اللي انا ساكن فيها. لقوا في الممر ده 6 جثث لرجالة تانيين، وكل الجثث دول غرب عن البلد. كان على وشوشهم كلهم نفس علامات الرعب والذعر، ملامحهم كانت جامدة ووشوشهم كانت صفرة، كأنهم شافوا شيء بشع فاق نطاق خيالهم قبل موتهم مباشرة. الشرطة بدأت فترة تحقيق وتحريات دامت 3 شهور. في الوقت ده قفلت مداخل ومخارج البلد، لكنهم انتهوا بدون نتيجة. كل اللي حصل ان ما حدش من سكان البلد خرج منها، ولا اي غريب او قريب دخلها. وكل اللي الشرطة وصلت له هو حفرتين، واحدة جوه المنور وواحدة تانية بره العمارة من ورا، والممر اللي بينهم تحت الارض كان بيربط الحفرتين ببعض. وهنا
انتهى دور الشرطة، ومعاه انتهى اي تخمين منطقي ممكن يفسر لنا سبب موت الثمان اشخاص دول، او حتى هم مين، او حتى لو في حد مثلا من اهل البلد على صلة بيهم. طيب اشمعنى البيت اللي انا ساكن فيه بالذات؟ اسئلة كتير وملهاش اي اجابة. ليه ومين وازاي واشمعنى؟ كل الاجابات كانت مجرد مهاترات ملهاش اي معنى او نتيجة. بعد كده انسحبت الشرطة بعد اخر محاولة ليها لما حفروا في باطن الارض لاكتر من 6 متر. كان اخر تخمين لوجود حل ان دول عصابة اثار وجايين يسرقوا مقبرة مدفونة تحت البيت. لكن الشرطة ما لقيتش غير انها كل ما بتحفر اكتر ما بتلاقيش الا ارض اكتر صلابة. فانسحبوا وقالوا ان هما هيكملوا باقي التحقيقات عشان يوصلوا للناس اللي ماتت دي او حد من ذويهم. ومن هنا انتهى دور الشرطة، انتهى دور الشرطة وابتدى الجحيم. اول ما الشرطة انسحبت وبدأت الحياة ترجع لطبيعتها بدأنا نتناسى اللي حصل. الحياة دايما مستمرة ونسياننا حقيقة ثابتة لاستكمال الحياة. وبعد انسحاب الشرطة بليلة واحدة بس البلد كلها اتنفضت على صرخة مدوية شقت سكون الليل. كانت صرخة الست ام ابراهيم واللي شافت جثة الراجل داخل الحفرة قبل كده. كالعادة الناس اتجمعت داخل شقة ام ابراهيم، لقيناها واقعة على الارض وبتتشنج في حالة هستيرية. عينيها كانت بيضة بالكامل، كانت عمالة تتكلم بصوت تخين جدا وكأنها راجل مش ست. ابنها وجوزها كانوا مكتفينها، وبرغم قوتهم إلا أنهم كانوا بالعافية قادرين يسيطروا عليها. بعد شوية وبعد ما الأمور استقرت والست هديت تماما، جوزها نقلها لأوضتها. بعد كده بدأ يتكلم ويحكي لنا ويقول: كانت نايمة في أمان الله، قامت من نومها دخلت المطبخ وخرجت منه معاها سكينة وهجمت علي عشان تموتني، لكن ربنا ألهمني وقدرت أتفادى الضربة. حاولت إن أكتفها، ضربتها بالقلم فصرخت ووقعت في الأرض. إبراهيم ابني جه جري من أوضته وساعدنا عشان نسيطر عليها. كانت حالتها غريبة جدا، حالتها دي اللي انتوا شفتوها عليها من شوية، ومعرفش انا ده ايه وليه عملت كده. عموما انا هجيب بكرة الشيخ مرعي امام الجامع يقرأ الرقية الشرعية في البيت ويحصنه. اللي حصل لها ده من فعل جن ومس، دي مش حاجة طبيعية ابدا. اهل البلد اللي كانوا متجمعين كلهم وافقوا على اقتراح وتخمين ابو ابراهيم، دي قناعتهم اللي مش ممكن تتغير. اي حاجة غريبة هي من فعل الجن، مفيش اي تفسير علمي ومنطقي نهائي. يعني ما ينفعش يكون حالة نفسية او صرع او مرض، لا ده لازم يكون جن ومس شيطاني. في النهاية انا الوحيد اللي كان عندي رأي مخالف لآراء كل الناس، وما ان رأيي مالوش لازمة في نظرهم فده خلاني ان اسكت واحتفظ برأيي لنفسي. قلت يمكن يكون جن فعلا وظني يخيب. في النهاية الناس كلها مشيت وانا معاهم، ورجع السكون تاني يسود البلد. تاني يوم بعد صلاة العشاء رجعت تاني صرخة ام ابراهيم وشق السكون الليل زي اليوم اللي قبله بالظبط. معظم اهل البلد اتجمعوا تاني داخل شقة ام ابراهيم، لقيناها برضو متشنجة على الارض وعينيها بيضة بالكامل وبتقول بصوت غليظ ومرعب: البوابة اتفتحت والعشيرة حضرت بالكامل، كل اللي جاي جحيم وموت وخراب.
وفضلت تردد الجملة دي كتير جدا، كل مرة كان صوتها بيبقى مرعب أكتر. حاول ساعتها الشيخ مرعي يقابل كلامها بأنه يعلي صوته بقراءة القرآن، إلا أنها ساعتها قدرت تقوم من موضعها وتزق جوزها وابنها واللي كانوا فاكرين أنهم أحكموا تكتفها. رفعت إيديها لفوق وضربت الشيخ بالقلم، وأثر القلم ده الشيخ نزف دم جامد من بقه. نظرات الذهول والرعب سيطرت على الناس، واللي حصل ده خلاني أرجع في كلام اللي قلته قبل كده لنفسي امبارح. واضح فعلا إننا قدام حالة غريبة تفوق خيالنا، واضح إننا بنتعرض لجن أو مس شيطاني زي ما أبو إبراهيم قال قبل كده. بعد ما تم السيطرة تاني على أم إبراهيم وإخماد ثورتها، والشيخ مرعي غسل أثار الدم من على وشه، كلنا بعد كده مشينا، كل واحد رجع لبيته وهو مع نفسه أسئلة كتير ملهاش أي إجابة نهائي. وفاتت ليلة تانية، ليلة تانية غريبة ومخيفة، وعدى اليوم اللي بعده في سلام لحد ما صلاة العشاء خلصت. وأثناء رجوعنا للجامع لمحنا نار وحريقة كبيرة. النار دي كانت بتزيد بطريقة رهيبة. من بعيد جرينا علشان نحاول نطفيها. كل واحد فينا مش مصدق اللي عينه شايفاه. احنا فضلنا نحاول نطفي الحريق اكتر من 4 ساعات لحد ما قوتنا كلها خارت وضعفت. ساعتها المطافي جت، ومع وصول المطافي النار انطفت لوحدها. ايوه، انطفت لوحدها من غير تدخل المطافي نهائي. وده بقى ده ساب على ملامحنا استغراب كبير وخوف قلوبنا اكبر. الناس بقت واقفة بتضرب كف على كف. ساعتها الشرطة جت وما لقيتش اي سبب منطقي للحريق اللي حصل. كان حصل في ملحق لأحد بيوت البلد. تقدر تقول على المكان ده كده ان اهل البيت ده بيربوا فيه حيواناتهم الأليفة، واللي طبعا ماتت كلها للأسف بفعل الحريق. وكالعادة مفيش اي سبب منطقي لأي شيء بيحصل، لا عندنا ولا عند الشرطة. حاولت اني اسأل الضابط المسؤول ان كانوا وصلوا لاي حاجة تخص كل الاحداث اللي فاتت وموت 8 اشخاص، لكنه ما ردش علي. نظرات عينه كانت بتقولي ان اللي بيحصل ده اغرب من الخيال والعقل. بعد ساعات من الحيرة كالعادة طبعا انفضت الشرطة، والناس كل واحد رجع لبيته او حال سبيله. ومع كل ليلة جديدة والمدة أسبوع بعد الحريق ده كان بيحصل حاجة مخيفة ومريبة. الذعر أصاب الناس، المس الشيطاني أكتر من سيدة وبنت على نهج أم إبراهيم كده، واللي حالتها أصبحت يرثى لها. حصل 3 حرائق، في طفلين اختفوا ومحدش عرف هما راحوا فين. في 4 رجالة ماتوا، منهم أبو إبراهيم اللي اندبح بفعل هجمة من هجمات زوجته لما صابتها نوبة شيطانية من اللي بتجيلها. حالة البلد بعد كده بقت صعبة جدا، الخوف كان على ملامح كل الناس طول الوقت. الكل بقى خايف وملتزم في بيته عشان ما يفقدش حياته أو حياة حد غالي عنده. أما الشرطة فبحثها وتحرياتها نتيجتها دايما لا شيء. رجالة البلد اتجمعوا مع بعض بعد صلاة العشاء. اقترح الحاج سمير اقتراح غريب جدا ما يقلش غرابة عن الأحداث اللي بتحصل، لما قال لنا كلنا مفيش قدامنا غير اننا نلجأ للشيخ صالح، هو الوحيد اللي هيبقى عنده حل لكل اللي بنشوفه. في الوقت ده الكل ارتسمت على ملامحه علامات الاستغراب والمفاجأة، قالوا في نفس واحد انت عايزنا نلجأ لدجال وساحر، عشان يرد عليهم الحاج سمير ويقول خلاص
حلوها انتوا بقى. لكن فعلا ما كانش فيه غير الحل ده. هو ما فيش حل منطقي ممكن يتقدم الاساس ان اللي بيحصل خارج حدود الاستيعاب للعقل البشري. رجعنا كلنا ووافقنا، قلنا للحاج سمير: تمام يا حاج سمير، احنا نروح للراجل ده يمكن يكون عنده حل. فرد علينا بنبرة انتصار: انا كنت عارف انكم هتوافقوا، وبعتله عشان يجي من امبارح، قال انه جاي النهاردة بعد العشاء. وعدت كم ساعة بعد صلاة العشاء، بعدها لقينا شخص في اخر الستينات من عمره داخل علينا المسجد. هو مش من اهل البلد، ظهره كان فيه انحناء، ووشه كان مجعد، وملامح الزمن رسم خريطة ليها على ملامحه. كان قصير، لحيته خفيفة وبيضة. اول ما الحاج سمير شافه ابتسم وقام من مكانه وفضل يقول: اهلا اهلا وسهلا، يا الف مرحب بالشيخ صالح اللي نور بلدنا، الليلة عيد والله يا شيخ. طبعا فضل يقول كلام مجاملات روتيني جدا وقديم لا يرتقي لأكتر من كده. وبعد الترحاب والمجاملة، الشيخ سيد اقترح عليه انه يستضيفه في بيته، لكنه رفض وفضل القعاد في الجامع. بعد كده سألنا على اللي بيحصل وحصل، وطلب نحكيله بالتفصيل. وبناء عليه كل واحد مننا حكى اللي شافه لوحده او شافه مع الكل، والكل كان شاهد عليه. وبعد ما خلصنا كلام، بدأ الشيخ صالح كلامه وقال: الموضوع فعلا صعب جدا، انا بمجرد ما دخلت البلد حسيت بقوة غريبة في المكان، وزادت اكتر لما دخلت حيز البيوت والأراضي الزراعية المحيطة بالجامع، وده خلاني أسأل أهل المعرفة عن السبب اللي خلاني أحس بوجود القوة دي، وجت لي الإجابة وأنا داخل المسجد. بعد كده بصلي وكمل كلامه وبيقول: في مقبرة تحت أرض البيت اللي سيادتك ساكن فيه، و في الوقت ده أنا قطعته وقلت له: ما الشرطة حفرت وما لقيتش حاجة. فابتسم لي بسخرية وكمل كلامه وقال: اصبر واسمع، هي مش مقبرة واحدة، هي مقبرة فرعونية اتبنت بجانب مقابر لعشيرة من الجن. وخليني أقولك إن للجن موتى وبيندفنوا زي أي شيء، أي كائن حي، وبعدها مات بأمر الله. الناس اللي حافروا في منبر البيت دول ما فيش حد هيقدر يوصل لأي معلومات عنهم، والأشخاص دول دخلوا البلد هنا عن طريق حد موجود في وسطنا دلوقتي، وهو عارف كل اللي بقوله ده كويس، بس بيكذب نفسه. وعشيرة الجن دي بتقوم بتضليل الباحثين عنهم، وهتفضل مكملة في اعمالها من موت وحرق وخطف لحد ما تعهدوهم انكم مش هتقربوا منهم نهائي، وقدامكم حل من اتنين: يا اما تهاجروا وتسيبوا البلد نهائي، او يعني تسيبوا الحيز اللي مبني فوق المقبرة الخاصة بيهم، او اللي ساعد الاشخاص اللي حول الحفر يموت ودمه يبقى هو ميثاق العهد بينهم وبينكم، ويندفن في نفس مكان الحفر. فقطيته ورديت عليه بسرعة وقلت له:
نهاجر؟ نهاجر ازاي؟ ده فيه 10 عماير في المكان. انت عارف فيه كم اسرة هتفقد بيتها، وحتى مش هيعرفوا يبيعوه بسبب ان الاحداث اللي حصلت دي وبتحصل فيه سمعت في كل مكان. وانت لازم تقول لنا مين اللي ساعد التمن اشخاص انهم يوصلوا للمكان ده ويحفروا، وهو من الاول كان عارف الكارثة دي. ساعتها قام الشيخ صالح من مكانه، كلنا قمنا وراه ووقفنا. قام وكمل كلامه وقال: انا ما اقدرش اقول، لان في الحقيقة ما اعرفش هو مين بالتحديد. كل اللي اتقال لي من اهل المعرفة انه موجود هنا حاليا. عموما هو هيظهر ما تقلقش. ومشي الشيخ صالح لحد باب الجامع، وهناك وقف وقال له وهو مبتسم: على فكرة الجن هم اللي خافوا المقبرة عن الشرطة زي ما هم خافوا مقبرتهم، عشان بس ما حدش يحاول يوصل للمقبرة الفرعونية تاني. والشخص اللي كان وما زال بيحاول يعرف ان ده امر مستحيل يحصل ونتيجته اسوأ من اللي بيحصل لكم ده باضعاف مضاعفة. وعلى فكرة كمان انا مش دجال ولا حاجة، انا بس ربنا الهمني باتصال باهل المعرفة، وهم اللي بيقولولي بعض من بواطن الامور. وخلص الشيخ صالح كلامه وسابنا ومشي. سابنا في حيرة وشك، وكل واحد فينا كان بيبص للتاني، واصابع الاتهام ساكنة في عيون وقلب كل شخص فينا. لكن محدش كان عنده جراءة انه يتهم التاني بحاجة، هو اصلا مفيش اي دليل ضده. في الاخير سمعة الشيخ صالح ده سابقاه، ومهما قال وحلف فهو هيفضل مدعي وكذاب. خرجنا كلنا من الجامع. ساعتها كسر الحاج سمير الصمت لما قال: صحيح راجل دجال، انتوا كان عندكوا حق، كلام فاضي ومفيش عيل صغير يصدقه ابدا. بعد ما قال كده الحاج سمير ساد الصمت اكتر، ومفيش حد عقب على كلامه. ومشينا عشان كل واحد يرجع لبيته. ساعتها رن تليفون الحاج سمير. اول ما فتح الحاج سمير التليفون ملامح وشه اتبدلت بالكامل، لونه بقى اصفر وباهت. فضل شوية مبلم ومتخشب مكانه، عينيه كانت مبرقة من اثر المكالمة. لما الخط اتقفل بدأ يبص لكل واحد فينا، والدموع بقت فياضة في عينه. بدأ يصرخ ويقول بحسرة: ابني اللي تمنيته سنين من الدنيا مات. انا السبب، انا اللي قتلت ابني وجريت ورا وهم، وما حفظتش النعمة اللي ربنا ادهالي بعد ما تمنيت الولد ل35 سنة كاملين وربنا ادهولي بعد كده. مشيت ورا الجن والعفاريت والدجل عشان افتح مقبرة فرعونية، وفي الاخر ابني اللي تمنيته من الدنيا مات، وانا السبب في موته. انا اللي ساعدت التمن اغراب على دخول البلد، وساعدتهم على التنقيب في المقبرة. انا السبب. قال كده الحاج سمير وهو بيجري من فجأة خبر موت ابنه. كلنا ساعتها جرينا وراه في اتجاه بيته. لما وصلنا البيت لقينا ابنه اللي في سن 10 سنين ميت،
ميت على سريره وعلى ملامحه خوف ورعب ما يتوصفوش بأي كلام نهائي. ساعتها اترمى الحاج سمير على الأرض بالقرب من السرير اللي مش عالي قوي عن الأرض كتير، وحضن ابنه المتوفي قاعد يعيط ويقول هو منهار: قعدت سنين وسنين ما بخلفش، ولما خلفت اديني قلبي بيتحاصر عليك وانت ميت يا حبيبي في حضني. انا السبب في موتك يا ابني، سامحني، سامح ابوك اللي جري ورا الدجل والعفاريت وضيعك قبل ما يضيع نفسه. في الوقت ده حاولنا نهدي الحاج سمير ونقومه. الموضوع كان سهل جدا، لان الراجل كان منهار تماما، ما فيهوش اي قوه ان يقاوم حد. لما خرجنا بره البيت قعد معانا وبدا يحكي ويقول: الشيخ صالح ده انا كنت متفق معاه على فتح المقبره، قال انه هيساعدنا من غير ما يظهر في الصوره عشان الشرطه عينيها عليه. فجبت انا الرجاله وبدانا الحفر، وفي الليله المشؤومه دي اختلفنا. هو وعد انه هيدمر كل حاجه والنصيب اللي طلبه وشفناه اكبر من حقه، هياخده اضعاف مضاعفه، والموت هيكون مصيرنا اللي مفيش مفر منه. الراجل ده مش مجرد دجال، ده الشيطان بعينه، وانا بعت له يجي وطلبت منه فعلا ان يجي وينهي كل الخراب اللي بيحصل لنا، يقدم لنا حل نقدر نخرج بيه من اللي وصلنا له، وخصوصا انه اخذ المقبره فعلا وهو اللي خفاها، ومفيش مقبره تابع لعشيره جن ولا حاجه، لانه هو اكتر شر من الجن نفسهم، لكنه استعمل خبصه ووقعنا في بعض. هو وافقني وجه فعلا، لكني غلط لما اعتقدت ان واحد زي ده ممكن يبقى ليه كلمه ووعد. وادي النتيجه، انا السبب في كل حاجه، انا السبب. اول ما الحاج سمير خلص كلامه قلت في نفسي: كده كل الامور اتضحت، والحاج سمير اكيد لو الشرطه حضرت دلوقتي هيعيد نفس الكلام اللي قاله قدامنا ويعترف وبدون تردد. بعدها انا اتصلت على الشرطه في نفس اللحظه اللي فكرت فيها، وبعد نص ساعه كان الضابط المسؤول ومعاه قوه من الاسم في البلد عندنا، وفعلا الحاج سمير عمل زي ما انا توقعت بالظبط، اعترف للضابط على كل شيء وحكاله كل التفاصيل، وبناء عليه الضابط امر قوته انهم يتبعوه لبيت الشيخ صالح او الدجال الشيطان صالح واللي اسمه عكس افعاله. وبمجرد ما نزلنا كلنا للشارع بدأوا يستعدوا انهم يروحوا يقبضوا على الدجال الساحر ده. في الوقت ده سمعت صوت صرخة مدوية. الصوت ده انا عارفه كويس جدا، ده كان صوت امي. لقيت امي خارجة من البلكونة بتقول وهي بتصرخ ان في قتيل في المنور. دخلنا كلنا جري على عمارتنا ودخلنا المنور، ووقفنا كلنا في ذهول ورعب. كانت مفاجأة ما توصفش. القتيل اللي في المنور كان الشيخ صالح. ساعتها وفي الوقت ده علت ضحكات هستيرية من الحاج سمير، كان بيضحك وهو بيقول: اعترافي قتله، اعترافي نقض العهد وقتله،
السحر اتقلب على الساحر، وزي ما بدأ اللعنة بدمه نهاها بدمه. الشيطان ملوش عهد، وهو هو الشيطان بعينه. ساعتها الشرطة بدأت تعمل كردون حوالين العمارة. لما سألوا أمي شافت إيه بالظبط وإزاي، قالت إنها كانت في البلكونة اللي بتنشر فيها الغسيل وبتطلع على مدخل المنور، وهي بتنشر الغسيل لقت جثة على الأرض. لما استجوب الحاج سمير قال له العهد مع الشيطان بيكون بالدم، ولما السر بيتعرف نهاية ده بيكون بالدم برضه. فصالح بدأ تعاونه معاهم بدمه، قدم كل قرابين الدم ليهم عشان يساعدوه، بس هو كان عارف ان موتي مش في صالحه، لاني كنت بعاونه وكنت معاون ليه من زمان قبل ما يقوى بالشكل ده. وسره عندي، كنت معاول ليه حاول يموتني عن طريق انه يوقعني ويكشفني لأهل البلد فيموتوني، لكنه أكيد غلط. هو ساحر ودجال بس غلط. اللعنة اللي كان عاملها بالاتفاق مع الجن ملهاش أساس معرفة بموت مين، ومن حظه السيء وحظ أهل البلد إنه المرة دي قتل ابني، وده خلاني أفوق لنفسي وأعلن السر واللعنة تتقلب عليه. وزي ما قال اللعنة هتنتهي بدم اللي بدأها، في إشارة علنية عليا، لكن في الحقيقة هو اللي بدأ اللعنة مش أنا. بعد الموضوع ده مر النهاردة 10 سنين على الحادثة العجيبة والمريبة واللي فوق تصور وخيال البشر انهم يعيشوها او يصدقوها. من اليوم ده ما بقاش في اي حاجة غريبة بتحصل نهائي، الامور بعدها استقرت وبقت افضل وافضل. مرات الحاج سمير هاجرت من البلد واختفت تماما، والحاج سمير نفسه مات في السجن بعد سنة واحدة بس من الليلة اللي اتقبض عليها فيه، وبرضه مات فيها ابنه. عرفنا كده ان طمع الانسان ممكن يغمى عينيه عن كل حاجة كويسة ربنا بيقدمها له، ويبقى عايز اكتر واكتر مهما كان السبيل اللي هيمشيه لتحقيق طمعه، حتى لو وصل بيه الامر انه مش بس هيخسر نفسه، لا ده كمان هيخسر ربنا وهيكفر بتعاونه مع الجن والشياطين لتحقيق اطماعه. تمت.